هنعمل النهاردة النوتيلا اللي هي شوكولاتة الدهن، وهنعملها بطريقتين. الطريقة الأولى اللي هي الطريقة الأصلية، اللي هي شوية بتكون قريبة للجاهزة وممكن تكون أحلى منها كمان، دي بنعملها ببندق. والطريقة التانية اللي تكون اقتصادية شوية، مكوناتها بتكون متاحة عندنا كلنا ومكوناتها بسيطة وكمان بتطلع طعمها حلو جدا. وهنعرف دلوقتي هنعملهم ازاي الاتنين. قبل ما نبدأ في الفيديو، لو أول مرة تشوفوني اعملوا لايك وشير لو عجبكم الفيديو، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس لو حابين توصلكم وصفاتي. أول حاجة هنعمل النوتيلا الأصلية اللي هي تتعمل ببندق. انا جبت كوبايه بندق كبيره واحطها في طبق وادخلها الميكرويف عشان احمصها، ولو ما عندناش ميكرويف بنحطها في طاسه على النار ونفضل نقلب فيها طول ما هي على النار علشان البندق ما يتحرقش. انا بحمصه علشان كمان القشر بتاعه يتشال، يعني يتشال بسهوله. انا على قد ما هقدر هشيل القشر اللي هيتشال منه عادي، وبعد كده احطه في محضره الطعام او في خلاط المتاح عندنا او كبه او اي حاجه، وافضل بقى اضرب كتير جدا في البندق لوحده من غير اي اضافات عليه. هو شويه شويه بالضرب بينزل الدهون اللي بتكون موجوده فيه، لان هو طبعا مليان زيوت. يعني هريح كل شويه الجهاز وافضل اضرب كمان، ولو حسيت ان هو الضرب صعب قوي وهو مش عايز ينضرب فممكن نحط عليه شويه زيت صغيرين. في الوقت ده كده هجيب بار شوكولاته وهدخله في الميكرويف او على حمام ميه عشان يسيح، وبرده هكمل ضرب في البندق لحد لما شويه بشويه هلاقيه زي ما يكون هو خارج منه زبده كده. لما هوصل ان انا اشوف الزبده خارجه منه كده او الزيوت، هروح منزله على البار الشوكولاته ده اللي هو بتاع المطبخ، وبعد كده هحطه يعني هغطي عليه وارجع اضرب تاني برضو اشغل كتير كتير لحد لما نلاقي قوام شوكولاته عندنا زي النوتيلا بالظبط. يعني مش قادره اوصف لكم طعم دي فعلا، لو ما كانتش فعلا هي زي الاصليه احلى منها كتير. ديت الطريقه الاصليه بتاعتها او القريبه للاصليه خالص. الطريقه التانية بقى اللي هي بتكون الطريقه الاقتصاديه، اللي هي يعني مكوناتها متاحه عندنا عادي. هجيب كوبايه سكر وكوبايه لبن وكوبايه لبن بودر، نص كوبايه كاكاو او اقل حسب نوع الكاكاو. انا بتاعي دارك فعملت اقل شويه، وبعد كده شويه من ريحه البندق. ريحه البندق ديت بتدي يعني شويه طعم من البندق وريحته كمان. وبعد كده بقى هجيب نص كوبايه زيت، هسيبها على جنب عشان لما هضرب المكونات دي وهتدوب مع بعض هبتدي انزل الزيت شويه بشويه عشان يتقل الصوص او النوتيلا. يعني هحاول بقى اشيل الحاجات اللي في الجناب كده قبل ما انزل الزيت لحد لما يتكون عندي صوص شوكولاته تقيل. هبتدي بقى انزل يعني سرسوب سرسوب كده من الزيت حته بحته صغيره من فوق علشان الشوكولاته نفسها تتقل او تعمل لي قوام شوكولاته، بس بنفس الشكل ده كده. وهفضل اضرب كمان شويه. بعد كده يعني هنلاقي في الاخر زي صوص شوكولاته كده. طبعا سواء دي سواء دي، بمجرد ما هسيبهم نص ساعه الاتنين هيتقلوا وهيعملوا قوام الشوكولاته الدهن بالظبط. هي كده خفيفه شويه وهتتقل كمان. جربوا الطريقتين وقولوا لي رايكم فيهم ايه.